ترجمة يعقوب بن بختان رحمه الله، يقول ولد لي سبع بنات، يقول ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي بنت دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله أو يذهب قوله بهمي، يذهب قوله بهمي. والحقيقة أن المسلم ينبغي أن يفرح بولادة البنت كفرحي بولادة الذكر، وكل منهما نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز بحال أن يتسخط وأن يتلقى ولادة الأنثى بالجزع والسخط وعدم الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الجاهلية بذلك، ذم أهل الجاهلية بذلك. قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا يتذمرون ويتضجرون من ولادة الأنثى. وأيضا أضيف قصة لما فيها من فائدة ذكرها لي أحد الأفاضل وتوفي رحمة الله عليه، يحدثني عن شخص ولد له بنات على التوالي، فكان لما ولدت البنت الخامسة بدأ يظهر لزوجه الغضب والتضجر: وأنت لا تلدين إلا بنات، وأنت كذا، يتضجر. ثم لما ولدت البطن السادس وإذا هي بنت، فازداد الضجر والتهديد، وقال: إذا استمر وضعك على هذه الحال ربما لا نبقى سويا، وبدأ يهددها بالطلاق والفراق. ولما حملت البطن السابع، لما حملت البطن السابع بدأ أيضا وقت الحمل يعيد منوال التهديد لها، وهي كما لا يخفى ليس بيدها شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فبدأ يهددها. لما قاربت الولادة رأى نفسه في المنام أن القيامة قامت، وأن الناس بدأ يؤخذ ببعض إلى النار وبعض إلى الجنة، وجاء إليه وأخذ به إلى النار. ولما وصل إلى الباب الأول من النار، وإذا واحدة من بناته واقفة فاتحة ذراعيها تمنع من الدخول، أخذوه إلى الباب الثاني، وإذا البنت الثانية والثالثة الثالثة والرابعة الرابعة إلى السادس السادسة، أخذوه للباب السابع، لها سبعة أبواب، أخذوه إلى الباب السابع. ولما أقبل على الباب وإذا ما في بنت، البنات ست، وأخذ ليلقى به في النار، فقام فزعا من نومه. وأهل العلم يقولون عن الرؤى التي تكون في المنام، يقولون هي للبشارة وللنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، يعني لا يجوز أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية، لكن تأتي في المنام رؤى يكون فيها بشارة للإنسان أو يكون فيها نذارة له. وهذه كانت نذارة لهذا الرجل، هذه الرؤية التي رآها كانت نذارة له على صنيعه الخاطئ وطريقته الباطلة مع زوجه، فكانت نذارة له. فاستيقظ فزعا، ثم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون البطن السابع أنثى، أخذ يدعو الله أن يكون البطن السابع أنثى. على كل حال لا يدري الإنسان الخير أين يكون، ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالبنات أن يفرح
وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يسعى في تربيتهن وتأديبهن بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام. ومر معنا أبواب عند المصنف في من عال جاريتين وما له من الثواب عند الله سبحانه وتعالى.